بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 11 من الجافا. احنا كنا اتكلمنا عن هو الاف ستيتمنت، وبعد كده اتكلمنا عن اللوب. النهارده هنكمل اخر حاجه في الكنترولز عندنا اللي هي السويتش. هو طبعا في حاجات تانية بس هي دي الحاجات الاساسيه، يعني اللي لازم اي مبرمج يكون عارفها بيبرمج باي لغه، جافا، سي، اي حاجه. النهارده هنتكلم عن السويتش. السويتش هي تعتبر حالة، يعني هي تعتبر حالة بس أوسع شوية من اللي هو الإف ستيتمنت. احنا كنا في الإف مثلا بنكتب إف وبعدين بنقوم حاطين الشرط، فلو الشرط يعني لو الشرط صح الكلام هيتنفذ، لو الشرط غلط الكلام ماهوش هيتنفذ. تمام. طيب هي السويتش هي حاجة عاملة زي، هي مش لوب، هي مش بتلف كتير، بس هي ايه يعني السويتش اهيت قدامكم، هي بتاخد فيه نوات حاجة اهي، يعني بتاخد يعني هي بتاخد حاجة في ايديها، مش هي بتاخد متغير بتاخده في ايديها. ممكن يكون دوت شايل رقم، ممكن يكون شايل حرف، ممكن يكون شايل كلمة. تمام. وبتلف بقى، بتلف على الحالات، بتشوف انه حالة مشابهة للمتغير اللي هي شايلاه ده. تاني، السويتش هنا ماشي شايله في ايديها حاجه اسمها اكس اهي. الاكس انا معرفاها انتجر، انا معرفاها ان هي انتجر، ف ده معناه ان الاكس هيكون متخزن جواها رقم صحيح، يعني 1 2 10 20، صح؟ طيب كلمه السويتش دي بتعمل ايه؟ بتاخد المتغير ده باللي جواه وبتمشي بتلف عليه على الحالات اللي عندها. في حالة ان اللي موجود جوه الاكس ده 1، رقم 1، ده اللي هيحصل. خلاص. في حالة ان اللي موجود جوه اكس، لا ما طلعش 1 ده طلع 2، يبقى ده اللي هيحصل. خلاص. مثلا في حالة ان اللي موجود جوه الاكس مثلا رقم 15 مثلا، يعني يبقى ده اللي هيحصل. فاهمين؟ في حالة مثلا اللي موجود جوه الاكس ده مثلا رقم 4، يبقى ايه ده اللي هيحصل، وهكذا. هي دي فكرة السويتش. طب لو كانت مثلا يعني مثلا لو كانت شايلة، مش شايلة اكس مثلا، شايلة مثلا حرف، شايلة مثلا حاجة اسمها مثلا واي مثلا، يعني واي دي سترينج، واي دي سترينج ايه واي دي سترينج اهيت واي، يبقى هي كده هيتخزن جوه الواي ايه، هيتخزن جوه الواي ايه وورد، صح؟ حاجة على بعضها، يعني اسم او اسم مثلا ايام، صح؟ يبقى انا ما ينفعش انا اعمل هنا كيس 1، لا اعمل مثلا كيس ان اللي متخزن جوه الواي ده مثلا هو المونداي مثلا، يعني او اللي متخزن جوه التو ده مثلا هو إيه، لا مش متخزن جوه التو، اللي متخزن جوه الواي ممكن يكون ساندي. في حالة ان هو يكون ساندي يبقى انا كده. تاني بقى السويتش، عشان ما نتلخبطش، السويتش دي بتاخد متغير اهو، بتاخد جواها ايه، متغير. المتغير ده على حسب نوعه، يا نوع انتجر يا نوع سترينج او كاركتر او اي حاجه. خلاص. هي ملهاش دعوه باسمه، هي بتاخد اللي جواه وبتلف على الحالات اللي عندها. انا كنت عامله لكم مثال ان احنا هناخد اكس، السويتش بتاعنا بتلف على الاكس. خلاص. والاكس دي رقم ايه، رقم انتجر، رقم ايه، رقم انتجر. خلاص هنشيل بقى اللخبطه دي. ده هو كده. مالها الكيس مش راضيه تشتغل ليه؟ تمام، اشتغل اهي. تمام كده. تمام. الوقت عندنا احنا هنا
مثلا قلنا لليوزر احنا هنا اهوت، قلنا لليوزر ايه هتدخل لنا لو سمحت بليز انتر رقم 1 لو انت عايز تشغل برنامج يطلع لك الفاكتورز، او تدوس رقم 2 لو انت عايز برنامج ايه حسابي، برنامج حسابي. وهقرا اللي اليوزر هيدخله لي ده في حاجه اسمها اكس اهي، يبقى كده اكس دي جواها يا اما 1 يا اما 2. لو اليوزر عايز هيشغل البرنامج مثلا اللي هو بيطلع الفاكتورز، يبقى اليوزر هيدوس 1. لو اليوزر لا عايز يشغل برنامج حسابي مثلا يجمع ويطرح ويقسم وكده، يبقى اليوزر هيدوس ايه 2. طيب انا باخد اللي اليوزر بيدخله لي دوت بخزنه في الاكس، والسويتش بتاعتي بتشتغل على بقى الاكس اهيت بقى. كيس 1، كيس ان اليوزر حط لي 1، يبقى هو عايز اهو بليز انسرت ايه، او بلاش بقى نقول مثلا بليز انسرت، ممكن نقول ممكن نقول هنا هو فاكتورز well running او well run عشان يبقى اللغة الانجليزية بتاعتنا صح. خلاص يبقى فاكتورز ايه program well run، ودام هو داس 1 يبقى ايه برنامج الفاكتور هو اللي هيشتغل. طب لو هو كان مثلا داس 2 لا، يبقى ايه اللي هيشتغل؟ يبقى ايه mathematics program well run. خلاص طيب، وانت بقى اكتب هنا مثلا بقى لو انت مثلا عامل البرنامج بتاع الفاكتورز مثلا عامله في اي فانكشن ماشي، هتنده بقى عليها. ممكن ننده لو انت مثلا عامل برنامج مثلا يعني بيعمل الفاكتورز، حطه في اي بروسيجر كده مثلا فوق، انده له فاكتورز اهوت على الايه على الرقم اللي هيدخله لك اليوزر. ممكن نقول له هنا ايه كمان سيستم، ناخدها كوبي وبيست اسهل، كنترول ان كنترول كوبي كنترول في. هنا ممكن نقول له بقى ايه بليز اهوت انسرت يور نمبر. كده بقى البرنامج هيشتغل صح. وبعدين هقرا الايه هقرا البرنامج هقرا الايه الرقم اللي هو مثلا هيدخله لي مثلا في واي، وانده الفانكشن اللي اسمها فاكتورز على ايه على واي، دي على واي تمام. وانده الفانكشن اسمها فاكتورز على ايه على واي. طبعا هو مش عارف واي، اعرف له واي انت واي بس اهوت. مثال هنا انت دلوقتي عامل عندك في البرنامج ده بتاعك عامل عندك 2 نوعين من الفانكشن. فانكشن بتاخد رقم من اليوزر وبتطلع له الفاكتورز، وفانكشن مثلا تانية خالص بتاخد رقمين من اليوزر وبتجمعهم له. انت هنا بقى في اول البرنامج بتاعك بتسأل اليوزر انت عايز انو فانكشن اشغلها لك، انو برنامج اشغله لك، برنامج الفاكتور ولا برنامج حسابي؟ وبتقول له لو انت عايز الفاكتور دخل لي 1، لو انت عايز البرنامج الحسابي دخل لي 2. وبتقرا هو اليوزر اداك ايه، بتقرا في اكس، بتشغل السويتش بتاعتك على الاكس دي. لو هو كان دخلك 1 يبقى هو عايز يشغل برنامج الايه الفاكتور. روح قول له كده برنامج الفاكتور بتاعك هيبدا اهوت، وروح قول له لو سمحت ابتدي يلا هات لي الرقم اللي انت محتاج تعمل عليه الفاكتورز، وتاخد الرقم منه ده في واي، وتبعت واي للفانكشن اللي اسمها فاكتور اللي انت عاملها فوق. طبعا هو هنا في احمر لان انا مش عامله عندي حاجه اسمها ايه اسمها فوق، مش عاملاها يعني اللي هي الفاكتورز خلاص، لكن انتوا طبعا المفروض تكونوا عاملينها. وبعد لما بخلص شغلي خالص بعمل بريك. ليه بعمل بريك؟ ليه؟ عشان افهمه ان انا كده خلاص لقيت الكيس بتاعتي، واخرج بقى من واخرج من السويتش ما تكملش. طب لو كان اليوزر ما هوش عايز برنامج الفاكتور، لا ده كان مدخل لي 2، كان حاطط لي رقم 2 يعني انا عايز برنامج الحسابي، يبقى انا هنا هدخل في كيس 2 وهقول له ان البرنامج الحسابي هو اللي هيبتدي هيشتغل، وانزل طبعا بالتالي انده له الايه او اخد منه مثلا رقمين عشان يتجمعوا او حاجه او يطرحوا، وابتدي انده على الفانكشن بتاعه البرنامج الحسابي بتاعي.
هي وطبعا لازم اعمل بريك. يبقى انت في كل كيس بتعملها بتعمل بريك؟ اه في كل كيس بتعملها بتعمل بريك. اه طبعا خلاص. بس هي دي السويتش. طب لو احنا مثلا ايه يعني عايزة افرقكم الران بتاع البرنامج اهو، هو هنا اهو تحت في الكونسول قال لنا ايه، اكتب اكتب 1 please write 1 for running factor program or 2 to run mathematic program. انا مثلا هكتب رقم 2، هيقول لي ايه mathematic program والران، وهيبتدي بقى يسألني عن الارقام اللي انا عايزاها ويبعتها للفانكشن ويجمعهم ويطلع لي الناتج. بس مفيش فيها حاجة، هي دي السويتش. احنا كده يا جماعة نعتبر خلصنا اساسيات الجافا، الاساسيات بتاعت البرمجة. في طبعا حاجات في الجافا تانية كتير تمام، بس دي هي دي الاساسيات. انا ما اقدرش اتنقل بيكم على حاجة تانية الا لما اكون متأكدة ان الكونسبت بتاع البرمجة، الكونسبت نفسه مش بقى التول بتاعت الجافا اللي هو مثلا هكتب اف ولا سويتش ولا فور ولا وايل، لا، ان انت تقدر فعلا تعمل برنامج باللي انا اديتهولك ده. يعني ال 11 محاضرة اللي انت اخدتهم هنا معايا دولت، المفروض ان انت باستخدامهم تقدر تعمل اي برنامج في الجافا، اي مشكلة حد يديها لك تقدر تحولها في شكل برنامج. طيب احنا النهارده هنبتدي سوا، يعني احنا هنقف لحد هنا ومش هنكمل بعد كده، هنشوف بقى هنكمل امتى او هنعمل ايه لسه. بس احنا ما احناش هنمشي طبعا، لا، هو اللي هيكمل معايا هو اللي هيعمل معايا المشروع ان شاء الله. احنا عايزين نعمل ماث ابلكيشن، يعني هي ما اسمهاش ماث ابلكيشن، هي اسمها كالكوليتر. احنا عايزين نعمل كالك، ماشي، نعمل آلة حاسبة. خلاص الآلة الحاسبة دي بتجمع وبتطرح وبتقسم وبتضرب بتطلع النسبة المئوية. نعمل بس كده لحد هنا، وبعد كده هنزود لها لسه حاجات كمان. يعني احنا مثلا ممكن كمان نزود لها مثلا حساب، مثلا حساب حسابات. يعني شوف انت مثلا عندك الآلة الحاسبة، احنا طبعا عندنا في الآلة الحاسبة ممكن برضو بنطلع السكوير روت، ممكن بنطلع حاجات تانية كتير، ممكن بنطلع الساين والكوساين والحاجات دي. طبعا عشان تبقوا عارفين الساين والكوساين اللي هي اسمها باللغة العربية اللي هي الجا والجتا والظا والظتا والحاجات دي كلها فانكشن عندنا اصلا في، يعني في اي لغه برمجه اصلا هي جاهزه تمام. يعني انت مثلا هتكتب كده، يعني دي كلها حاجات مش بتحتاج ان انتم تاخدوها، هي هتعملوا سيرش عن انت تطلع لكم مثلا ساين اكس كده، يعني هي بتبقى طبعا كده، بس بيكون لها انكلود فوق بنبقى حاطينه وبنستخدمها عادي جدا يعني. خلاص طيب احنا مش هنغوط دلوقتي في اللي هي الساين والكوساين والحاجات دي، احنا خلينا دلوقتي في البلس والماينس. عايزين نعمل آلة حاسبة تطرح وتجمع وتضرب وتقسم أي رقم أو أرقام يدخلها لنا اليوزر. خلاص لو بلاش برضو في الأول نقول أي رقم، طبعا مع إن انتم أخدتوا الأراي، بس خلونا في يعني في الأول ممكن نشتغل على رقمين وبعد كده إيه هنزودها. طبعا أي أرقام دي معناها إن انت بتستخدم طبعا أراي. خلاص ويعني نعمل كده الأول المشروع ده، وده مش المشروع الاول او الاخير، يعني هو طبعا الاول لكن ما هوش الاخير. احنا هنعمل لسه كمان شغل تاني الفترة اللي جاية دي كلها، هيكون شغل، هيكون مشاريع هنعملها. مش ما ينفعش اي حد يكمل في البرمجة سواء معايا والله او مع اي حد تاني تمام، مفيش مشاكل، بس ما ينفعش ان انت تمشي وتكمل الا لما تكون عندك القدرة ان انت تقدر فعلا اي مشكلة يعني باستخدام اللغة اللي انت خلاص اتعلمتها تقدر ان انت تحل هذه المشكلة. المبرمج، يعني خدوا بالكم من الكلمة دي حلو قوي، المبرمج وظيفته حل المشاكل، حل المشاكل. تاني، المبرمج وظيفته حل المشاكل، مفيش حاجة اسمها ملهاش حل، مفيش حاجة اسمها مش عارف دي بتعمل ازاي، لا، اسأل، دور، افتح النت. النهارده يعني النهارده احنا عندنا النت ده، كلنا عندنا النت تقريبا ببلاش. افتح النت، دور واعرف عشان تقدر تسلك في الطريق ده وتمشي فيه. لو مش هتعرف يعني ان انت تدور او ان انت تلاقي حل لاي مشكلة بتقابلك، يبقى سوري ستوب، مش هتقدر تمشي في التراك ده خالص.
انتوا في اول حاجه فيه، في اول ستيب فيه، في اول حاجه سهله جدا، ده اسهل حاجه فيه. في لسه حاجات بعد كده كلها مبنيه مش على الكلام اللي انا قلته ده، لا، مبنيه على الفهم، ان انت تكون فاهم ازاي تحول اي مشكله لكود بيتكتب يفهمه الحاسب ويحله. خلاص، يا رب يكون يعني، يا رب تكونوا يعني فاهمين انا قصدي اقول ايه. انا هكون دايما متواجده ان شاء الله على الجروب. طبعا احناش هنسيب الدنيا كده، مش يعني مش سايبه، هي خلال اسبوعين بس، المفروض من النهارده. النهارده هو النهارده كام في الشهر؟ تقريبا 6، يعني قدامكم اسبوعين بس، ونبتدي بقى نلم المشروع ده ونشوف مين اللي عمل ومين اللي ما عملش، مين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش، ومين اللي فعلا يعني معانا. ويعني ان شاء الله بالتوفيق. ما تفتكرش ان انا همشي او هسيبكم، يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يا ربي ييسر لي بس اقدر بعد كده اكمل. بس مبدئيا هنخلص المشروع وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعديه. انا سعيده جدا جدا بيكم. ان شاء الله هبقى على طول معاكم في الجروب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استغفر واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.